احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن قضية اجتماعية بدأت إشاعة، والنيابة العامة ووزارة الداخلية يعني اتحركوا وقدروا الحمد لله انه البنت ترجع. احنا هنا بنتكلم عن حالة خاصة جدا. انا فتاة قاصر اخوها عنده حالة توحد، والبنت محتاجة دعم نفسي، يعني البنت محتاجة ان احنا نسايسها ونفهمها اكتر. حضراتكم بتتعاملوا مع الامور دي كل يوم ولا انا غلطان؟ لا الحقيقة كل يوم، يعني أولا موضوعات التوحد غير مفهومة لكثير من فئات الشعب المصري. مش هو اللي عنده طيف التوحد ده، مش هو شخص مختلف، ولكنه عنده يعني يمكن إمكانيات كثيرة جدا ده عنده مواهب مش موجودة عند الطبيعي. مش موجودة، ولكن مسألة التنمر ضد أي شخص من ذوي الإعاقة أو أي شخص من مؤسسات الرعاية او اي شخص شكله مختلف، او احنا برانا نتكلم كمان اللي شكله وحش واللي شكله حلو. اي فالحقيقه اولا حاجه يعني نخجل منها جميعا، لان ده مش سمات الشعوب المتقدمه، ومصر هي من ارقى الشعوب اللي المفروض شعبها الكريم صحيح. والعظيم يعني اللي بيحتوي كل الناس، بنحتوي الغريب قبل القريب. فالحقيقه موضوع التنمر من الموضوعات الهامه جدا اللي احنا مهتمين بيها كوزاره التضامن وكغيرها من الوزارات. ويمكن فخامه الرئيس في مؤتمر الشباب السابق كان ابدى احد من ابنائنا من ذوي الاعاقه استياءه من ان هو بيتنمر ضده، وهو يعني الحقيقه وجه ان يكون ده موجود في مناهج في المدارس المناهج مناهج المدارس، ولكن مناهج المدارس. وفعلا ده اتحقق من زملائي في الوزراء القائمين على العمليه التربويه، لكن هي احنا مساله ثقافه مش بس اللي موجود في المدارس، ده بنشوفه من الناس الكبيره، وبنشوفه من الناس دايما على الاعلام الاجتماعي. ودي مساله يعني حاجه بنستاء منها جدا، ان الاعلام الاجتماعي حتى ناس موجوده، مش هقول ده في المدرسه ولا حاجه، واحد بينزل صوره او بيعلق بوست، او يعني كان قريب جدا ليا صوره مع احد الفتيات اللي كان ليها بعض السلوكيات اللي ما كانتش حلوه، والبنت اتاهلت وبقت كويسه.